للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. أبدأ معك بآخر ما قرأناه الآن تحديدا ما يخص الذكاء الاصطناعي. ما الذي تفعله إسرائيل بالذكاء الاصطناعي وكيف تستهدف المدنيين من خلال التطور في التكنولوجيا إلى حد هذه الانتهاكات والأسلحة المختلفة من تجويع من إبادة جماعية ومن استخدام أسلحة محرمة دوليا والآن الخوارزميات؟ يعني نبدأ بالذكاء الاصطناعي. هو ما زال في يعني البرامج أو السوفتويرز هي ما زالت هامش الخطأ فيها كبير جداً، وبالتالي يعني مجرد فكرة استعمالها هي تكاد تكون جريمة، هذا أولا. ثانيا استعمالها يبين عدم اهتمام الجيش الإسرائيلي أو السلطات الإسرائيلية بحياة المدنيين، وهم بالطبع يعرفون أو يعلمون هامش الخطأ الذي يكمن في هذه الخوارزميات أو البرامج. وبالتالي يعني مبدأ أو مبدأ التناسب بين الرد على مثلا التهديد العسكري أو استهداف مكان عسكري وعدم وضوح العسكري مما هو مدني، وخاصة في أن إسرائيل إذا كانت إسرائيل تدرب هذه الخوارزميات بناء على سلوكها السابق فهذه مصيبة، لأنهم هم يعتبرون أي شخص فلسطيني هو هدف يعني محلل لهم أو يمكن استهدافه، وعلى عكس ما تقول به القوانين الدولية لا سيما اتفاقيات جنيف، التي يعني حتى إذا أردنا القول بأن الأسير العسكري يعني إذا كان هنالك محارب وتم أسره لا يمكن قتله ولا يمكن يعني تعذيبه أو القيام بأي بل تم تعذيب وقتل طبيب أيضا كما استمعت وبالطبع تابعت، وهذه نقطة أيضا غاية في الأهمية. هل لدينا تحديث فيما يتعلق بعدد الأطباء الذين استشهدوا أو تم اعتقالهم وكيف تتم المعاملة، ما آخر التقارير والخطوات من قبل حضراتكم؟ يعني هنالك رقم كبير جدا، لا يمكن تحديد الرقم المحدد بكم عدد الأطباء، لأنه كما نعلم أن إسرائيل تستخدم سياسة الاختفاء القسري أو الإخفاء القسري بحق الفلسطينيين، وبالتالي لا قدرة على معرفة الرقم الصحيح، ولكن هنالك عدد كبير من الأطباء تم، لا سيما الأطباء الذين هم كانوا مثلا على إدارة المستشفيات أو إدارة أقسام في هذه المستشفيات، تم اعتقالهم ويعني تعريضهم لمعاملات مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية وللتعذيب بهدف يعني ليس هنالك من هدف، يعني هم لا يحققون معهم مثلا، هم فقط يعذبوهم، هذا ما يعني ما هو مخالف لي يعني ما السبب الذين تعتقلون هؤلاء الأشخاص بسببه. إسرائيل مثلا تمنع الوصول أي محامي للمعتقلين من قطاع غزة مثلا في سجن عوفر أو في غيره من السجون، لا يسمح لأي أحد بالتواصل مع العالم الخارجي. هنالك يعني المعلومات التي نحصل عليها أما مثلا هنالك بعض الأشخاص الذين يتم الإفراج عنهم، أو مثلا المحامين الذين يزورون المعتقلين من الضفة وهم في يمكن الحصول على معلومات قليلة جدا بهذه الطريقة. هل هناك رصد أيضا لأعداد متعلقة باعتقال الأطفال أو النساء؟ هناك أيضا اعتقال الأطفال والنساء، ولكن إني أفضل في هذه المرحلة أن لا ندخل في الأرقام لأنه الأرقام غير واضحة، لأن هناك عدد كبير. ولكن مثلا إذا أردت التحدث عن ما تفضلت به عن رقم الأمم المتحدة 10,000 مفقود، نحن تقديراتنا تقول بأن هناك 13,000 مفقود منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة. هؤلاء إما هم تحت الأنقاض، والذين تحت الأنقاض نوعان، الذين مثلا تحت البيوت التي كانت تتألف من طبقة واحدة وهو من يعني سهل إلى حد ما انتشالهم، ولكن البنايات التي تتألف من أكثر من طابق هنالك صعوبة وشبه استحالة للوصول للجثث، ونحن بحاجة مثلا لمعدات متطورة وكبيرة التي يمكن
التي يمكن لها المساعدة في ذلك، والتي على سبيل المثال هي بعيدة بعض الكيلومترات في المرفأ التي تبنيه الولايات المتحدة مثلا، دون أن تساعد في انتشال أو رفع الأنقاض. طيب سيد محمد، أيضاً فيما يتعلق بالصحفيين، أنه بطبع أنت تعلم أن اليوم العالمي للصحافة وممارسة العمل الصحفي في غزة الآن هو عمل صعب وشاق للغاية، واستهداف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين تزايد في الأرقام، لا يوجد مكاتب للمنصات الإعلامية الآن تعمل، والصحفيون يعملون بشكل فردي على الأرض. ماذا لديك أيضا من تفاصيل حول هذا الملف الهام؟ يعني الأفراد الصحفيين الذين تم قتلهم بالاستهداف المباشر حتى الآن هم 112 صحفيا، بالإضافة مثلا إلى استهداف الأكاديميين ولما إلى هنالك. في نفس الوقت يعني أي صحفي يستطيع مثلا أن يوثق بشكل أكبر ما تقوم به إسرائيل يتم استهدافه أو استهدافها، وهو طبعا ما يخالف كل القوانين الدولية. وهنا كمان نعيد طرح التساؤل أو السؤال الدائم، هو لماذا إسرائيل لا تسمح بصحفيين من خارج في قطاع غزة بالدخول إلى قطاع غزة مثلا؟ لأنهم لا يريدون نقل حقيقة ما يجري، ولأن إسرائيل تحاول مثلا ضرب مصداقية الصحفيين ضد قطاع غزة بأنهم غير حياديين. ولكن يعني نفس الأمر ينطبق على إسرائيل وصحفي إسرائيل مثلا الذين يغطون الحرب. طيب فيما يتعلق بتصريح الجارديان، رفح تمتلئ بالمقابر والأطفال يقتلون بشكل كبير، ما تفاصيل فكرة وجود عدد كبير وتصريح عدد كبير من الصحف حتى الأجنبية بزيادة أعداد اكتشاف المقابر الجماعية؟ يعني نحن وثقنا حوالي 140 مقبرة جماعية منذ بدء الحرب في ضمن داخل القطاع. الجثث التي يتم انتشالها من هذه المقابر إما مقيدي الأيدي أو غير مقيدي، المقيدي الأيدي يعني أنهم كانوا سجناء، وهذه جريمة حرب أخرى بأن قتل السجناء سواء كان مدنيا أو عسكريا. هنالك أيضا بعض الأطفال الذين تم انتشالهم من المقابر الجماعية والنساء، لا سيما في مثلا لدينا المقابر التي تم اكتشافها في مجمع الشفاء الطبي مثلا بعد العملية العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال. كل ذلك هي مؤشرات، يعني في القانون الدولي وجود المقابر الجماعية هي مؤشر على جريمة حرب وإبادة. يعني هذا قبل عدد المستشفيات التي تعمل الآن أو التي عادت مرة أخرى للعمل. يعني كما ذكرتم حضراتكم في التقرير، هنالك 20 مستشفى في قطاع غزة، حوالي 6 منها يعمل بشكل جزئي يعني ليس بشكل كامل، وحتى الذين يعملون بشكل جزئي يعني يجب الإضاءة على أمر مهم هنا. يعني رفع مستوى المساعدات التي تدخل إلى القطاع لا يعني أن كل المساعدات تدخل، يعني حتى بالمساعدات الطبية هنالك الكثير من أساسيات الأدوات الطبية والمواد الطبية تمنع إسرائيل دخولها، كان مثلا المخدر، الأدوية الخاصة بالنساء الذين يلدن أو الحوامل. يعني ما المبرر لعدم إدخال هكذا أدوية مثلا غير الإبادة الجماعية؟ وبالتالي نحن بحاجة اليوم إلى ضغط بشكل أكبر من قبل المجتمع الدولي على لإدخال هذه المساعدات إلى المستشفيات والمراكز الطبية. من بيروت السيد محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.